سلام بنات، نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم اول مجموعه ديال جلي البيت اللي وجدوا لينا، اللي سبق لي شاركت معكم في الطرز ديالهم بالماكينه ديال الكمبيوتر. كما كتشوفوا اول حاجه بعدا شوفوا التوب كيفاش داير سخيخن وما تقيلش مزيان لهذا الوقت هذا، يعني مزيان بزاف ديال الكشمير رطب وما تقيش وسخيخن، يعني ديال هذا الوقت ما غاديش تضطري انك تلبسي شي حاجه تحت منه يعني ثقيله ولا هذا، تلبسي شي حاجه خفيفه، وهاد التوب بوحديتو كافي انك تلبسيه في هذا الجو هذا. كما كتشوفوا بالنسبه الطرزه كاينه هنايا في الصدر وكاينه هنايا في الكمام، وشوف التوب كيفاش داير مزيون بزاف ورطب، يعني الملمس ديالو رطيطب ماشي حاجه حرشه ولا هذا. شوفوا الشكل ديال الكيجات. بالنسبه هاد المره اختاريت انني نخدمه بالكحل، جا مزيون. درت الكتيفة الطايحين بحال هكذا، وان شاء الله بالنسبه هاد اول مجموعه ان شاء الله ندير لكم فيها ثمن مناسب ورمزي، يعني غير المناسبه ديال الرجوع ديالنا للقناه. ما بصراحه راه التوب شي حاجه مزيونه، الطريزه كما كتشوفوا متقونه، يعني هاد الخدمه ماشي ديال المعامل كما كتعرفوا، راه نفس الرشمه نفس التوب نفس الخدمه، كتلقاي راسك خارجه في الزنقه وبزاف ديال البنات لابسين بحالك. فبصراحه حنا اختارينا اننا نديرو واحد الرشمه منها واحد الكميه بسيطه، اللون ما مضوبلش، عندنا كل حاجه منها لون واحد وجلابه واحده. وبالنسبه هذه التسال هذه المجموعه هذه كنديرو كنوجدو دابا عاوتاني مجموعه واحده اخرى في توب واحد اخر في لوينات واحد اخرين. كما كتشوفوا ان شاء الله البنات اللي عجبتها شي حاجه ممكن تسكرينيها وتصيفطها لي في الواتساب، غنخلي لكم جميع المعلومات. كاين توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. وصافي هادي هي الجلابه افتحات مع الجناب، ونخليكم مع اللوينات الاخرين ديال الجلابه. وبالنسبه للثمن البنات هادي بقاوة جلابات ب 300 درهم، وكما قلت لكم بالنسبه راه العدد محدود وكل جلابه كاين منها وحده فقط، يعني كل لون كاين يلا واحد. كما كتشوفوا كاين الغوز كاين الكحل كاين، ومتبعوا الفيديو حتى الاخر ديالو غادي تشوفوا اللوينات اللي كاينين كاملين وكيفاش مخدومين.